السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير والأسرة الكريمة بخير وكل الأمة الإسلامية، ويا رب رمضان كريم علينا جميعا. برحب بيكم في أول ورشة من ورش إيمرجي أفريقيا في رمضان، وشرفنا نكون معانا دكتور يوسف طرمان. دكتور يوسف طرمان اللي ما يعرفوش، هو دكتور يوسف هو المدير التنفيذي للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم. بيركز في عمله على تطوير البنية التحتية للبحث والتعليم في الدول العربية من خلال بناء شبكة مخصصة للبحث والتعليم وربطها مع شبكات البحث والتعليم العالمية. قبل كده الدكتور يوسف قام بتأسيس شبكة الجامعات الأردنية، والتي كان لها دور بارز في خدمة الجامعات الأردنية في عملية البحث والتعليم، وكان مديرا لمركز الحاسوب والمعلومات في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، التي تعد من أهم الجامعات المتخصصة في الأردن في المنطقة العربية، ويشارك أيضا في اللجان والمشاريع الإقليمية، ويقود العديد من المبادرات على مستوى المنطقة العربية لدعم عملية البحث والتعليم بشكل متفرد وبشكل ناجح كبير جدا. وأشكر كل شكر للدكتور يوسف طرمان على قبوله إن هو يشرفنا في هذه الورشة، وبرحب بكم جميعا. كل عام وأنتم بخير، والورشة معاك دكتور يوسف. شكرا دكتور محمد، السلام عليكم جميعا، اهلا وسهلا فيكم بكم. و طبعا في البدايه يعني كل التقدير لاخي العزيز الدكتور محمد، وانا بعتبره من النشيطين على مستوى الاقليم يعني وعلى مستوى المنطقه العربيه كامله، لافكاره وحبه لتوسيع المعرفه والمشاركه على وتوجهه لانه يكون الفائده جماعيه وليست على مستوى دولته أو كذا. وكذلك إيمرج أفريقيا يعني برضو كمشروع كمبادرة الصوت في مشكلة؟ الصوت حصل فيه مشكلة. صوتي فيه مشكلة؟ دلوقتي اتظبط. طيب خليني احكي بشكل اقرب، يعني اعمل ماك اقرب شوي. لا 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 كده كويس، كده كويس كده كويس. طيب ممتاز، بعتذر. يعني خليني يعني اول شيء يعني ابدا بشكري لاخي دكتور محمد وكمان لمنظمة إيمرج أفريقيا وعلى استضافتي للتحدث. انا راح اتحدث عن الدور البنية التحتية في تطوير العملية البحثية والتعليمية ك شيء dedicated environment لل في أنا محمد. أنت راح تتابع الدكتور محمد الشات والأشياء، مش أنا صح؟ أنا متابع الشات حضرتك وبس، هو المايك. لا شفت كل مرة بيجي الشات أليرت، فأنا أنا ما راح أهتم فيه. لا يا فندم حضرتك، بس كل المهم الصوت قرب المايك شوية. كل التقدير. خليني انا ابدا في يعني انا مدير المنظمه العربيه لشبكات البحث والتعليم ASREN، بس السي في تبعتي بشكل سريع. هذه السي في تبعتي. انا كنت مدير مركز حاسب في جامعه العلوم والتكنولوجيا، من فضل الله الجامعه كانت من الجامعات القويه ولا زالت يعني، وهي حاليا على يعني بالتايمز هاير ادكيشن تاخذ مراكز مرموقه على مستوى الدوله وعلى مستوى الاقليم وعلى مستوى اسيا وعلى مستوى العالم. وأنا بقدر أدعي إنه جامعة العلوم والتكنولوجيا أول جامعة عربية طلابها بيسجلوا على من خلال الإنترنت، يعني بعرفش إذا حدا بيقدر ينحكي هذا بسنة 1997 يعني كمثال. يعني بعد ذلك كنت مدير شبكة الجامعات الأردنية، ويعني أنا حطيت أرقام بالسي في تبعت من باب إنه نوضح، هناك بحب إنه تعميم الفائدة. حاليا احنا المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم راح أتحدث عنها في سياق، حتى لا أطيل عليكم، في سياق البرزنتيشن. بالبداية أنا راح أتحدث عن يعني لماذا ما هي شبكات البحث والتعليم. شبكات البحث والتعليم هي عبارة عن dedicated research environment خاصة للبحث والتعليم، عبارة عن شبكات خاصة ومخصصة للباحثين والأكاديميين، والهدف إنه يكون على مستوى العالم، يكون dedicated infrastructure ابتداء من الكامبس، إنه يكون عنده good campus network وservices وكذا، وبعد ذلك نأتي على المنطقة، على مستوى المنطقة، على مستوى الدولة. في كل دولة ما يسمى شبكة البحث والتعليم National Research and Education Network
إنرين، راح أحكي كثير إنرين في خلال الجلسة، فهي ترمز إلى الشبكة الوطنية للبحث والتعليم، ومن ثم هذه الشبكات البحث والتعليم على خلينا نركز على الإنرين. الإنرين هي هدفها أن تربط المؤسسات البحثية في الدولة ابتداء من الجامعات ومراكز البحث، وخلينا نسميها أي يعني حتى المستشفيات البحثية مثلا، المراكز التي الزراعية التي يتم فيها إجراء بحوث، فهي ترتبط بشبكة محلية تسمى الشبكة الإنرن أو الشبكة الوطنية للبحث والتعليم. ومن ثم يأتي دور الشبكة الإقليمية اللي هي في الحالة هاي شبكة الجامعات، شبكة المنظمة العربية للشبكات البحث والتعليم كمثال، هي هدفها تربط الجهات الشبكات الوطنية في شبكة إقليمية تكون على مستوى الإقليم حيث تسهل التفاعل. أنا يعني راح آتي لذلك، بس ليش ما هو الداعي لمثل هذه الشبكات؟ يعني إنه يعني الناس بتحكي إنترنت، الإنترنت نعم هي وسيلة ممتازة للتفاعل ونقل والتشارك وكذا، ولكنها ليست كافية وليست مريحة للباحثين، خاصة مع وجود بيانات خاصة يعني بيانات هائلة بحاجة لتحليل وبحاجة لنقل بشكل سريع وبشكل آمن، خاصة لو نطلع على يعني كلكم يعني ما شاء الله من باحثين وأكاديميين وتعلمون، مثلا بتعطي أمثلة اللي هو السير مثلا اللارج هادرون كولايدر، يعني الداتا اللي يعني تنتج عن التجارب لا تستطيع تحملها الإنترنت، فهي بحاجة لشبكات خاصة، خاصة أنه البيانات التي يتم إنتاجها قد لا يتم إعادة، لا يستطيعون تخزينها، فيجب أن تعالج بأوقات سريعة مثلا. إضافة إلى ذلك مثلا من أسباب الدوافع لهذه الشبكات قليل السبيل هو الدافع الاجتماعي، يعني تعرف أن الأكاديميين بحب يكون لهم يعني البيئة الخاصة فيهم، المختبرات الكامبوس، فنفس الفكره انه فاحنا بنحاول نشتغل على شيء اسمه فيرتشوال اورجانيزيشنز، بحيث ان هاي الفيرتشوال اورجانيزيشن تكون موجوده على مستوى مش على مستوى كامبوس، على مستوى العالم مثلا، يكون في، وراح امر على بعض الكوميونيتيز اللي انشاناها بتشتغل، يعني عباره عن ناس فريق بيشتغلوا من خلال الكوميونيتي هاي على مستوى العالم وليس مرتبطه في مكان واحد. والأسباب الاقتصادية، يعني الأسباب الدوافع الاقتصادية من أهمها إنه sharing the resources أو مشاركة الموارد، يعني مثلا سوبر كمبيوتر موجود في دولة أو في جامعة والجامعة الثانية لا تستطيع شراء مثل هذا الكمبيوتر، يمكن تشاركه من خلال الجامعات هذه وكذلك، والعمل على المشاريع المشتركة كذلك. أمثلة بسيطة يعني من ماذا يمكن أن تقوم به شبكات البحث والتعليم، اللي هي الأول شيء الكونسوليديتد سيرفيسز، يعني تبدأ مثلا إنه الكوميونيكيشن إنه كل مثلا الإنترنت أو الاتصال بيكون موحد من خلال بوابة موحدة لكل الجامعات، مثلا اللي هو المشاركة إنه الجامعات بصير تتشارك في مشاريع، تتشارك في ريسورسز، يعني مثال انه مره ثانيه بنحكي ما بنحكي على ريسورس فقط الكمبيوتر، ممكن يكون الدكتور يكون ريسورس انه بيقدر يدرس في اكثر من جامعه في نفس الوقت، زي ما احنا حاليا بنعمل انه بنتشارك في ناخذ محاضره في كل باماكن متباعده وهكذا. التكلفة الريسيرس كذلك، يعني انه الريسيرش مثلا بدك يكون في عندنا بحث علمي وبدك يكون في عندك شركاء للبحث، في ما بتقدر تجمعهم كله في مكان واحد اللي يعمل البحث، فكل واحد بيعمل بحثه بس هذا البحث من خلال الشبكة. وكذلك مثلا خلينا نسميها استخدام التكنولوجيا بشكل فعال بيؤدي الى انه نرفع مستوى الاداء، لانه بتسهل لنا اشياء كثيره. الخدمات اللي ممكن تكون فيها الشبكات البحث والتعليم كثيرة جدا، من أهمها إنه زي ما حكيت الconsolidated services، ال connectivity، access to content، يعني إنه مثلا يعني فخور بما يتعلق بالأردن إنه في عندنا مثلا الاتحاد أو ما يسمى يعني
الكونسورتيوم اتحاد المكتبات الاردنيه بيعمل اشتراكات موحده مثلا من خلال الشبكه هذه، فلاحظوا انه في فرصه لتعزيز الاستفاده من ريسورسز من خلال الاعمال المشتركه. مثلا الجامعات الاردنيه وكذا نفس الشيء برضه، خليني اذكر مثال، اذكر مثال بشكل انه عملوا نظام موحد لاداره كل المكتبات، بدل ما انه كل جامعه تتبنى نظام لاداره المكتبات ومحتوياتها ومقتنياتها والفهرسه والتزويد، لا، تم مثلا بناء شبكه نظام واحد يخدم كل الجامعات من خلال هذه الشبكه. والامثله تطول في هذا المجال، يعني الفيديو كونفرنسينج. طبعا في السابق كان الفيديو كونفرنسينج اصعب من حاليا من الان، فكان لابد من جهه تتبنى على مستوى الدوله الأجريمنتس. مثلا برضه انا بخليني اذكر مثال بالاردن، لما كنت في شبكه الجامعات الاردنيه عملنا اتفاقيه موحده مع مايكروسوفت نيابه عن كل الجامعات، فكانت قوه شرائيه ضاربه لانه كنا اقوى بالتفاوض واقوى بالحصول على اسعار، وكما ذلك اقوى بالحصول على الخدمات المسانده والفائده. يعني الفائده كانت تعم جميع الجامعات، مثلا الكاباسيتي بيلدينج، التريننج وهذه الاشياء. الاندرنس كشبكات بحث التعليم تقدر تكون بتفاصيل خدمات كثيره، اللي هي مثلا الكاشينج، كومون ناشونال كاشينج، ناشونال كنترول على الترافيك او الفلترنج، وبتقدر تعمل كمان انترنت اكستشينج. يعني اكثر يعني بتعرفوا الانترنت اكستشينج يعني هو موضوع حساس خاصه بين الاي اس بيز وكذا، ف لانها الاندرنز عاده نيوترال، فبتكون هي اكثر جهه مؤهله انها تتبنى الانترنت اكسشينج. وهذا موجود في الاردن، في المغرب مثلا، في باكستان، وفي اكثر من دوله، انهم هم الاندرن هي بتقوم خدمات وهذا بيجيب لها دخل من جهه، وبرضه بيساعد على انه تعمم الفائده للجامعات. هاي الاستراكشر بشكل رئيسي زي ما حكيت للاندرنز او لشبكات البحث والتعليم، بتبدا من الكامبس زي ما انتم شايفين كامبس، يعني كل كامبس مرتبط في شبكه، الشبكه هاي على مستوى الناشونال ليفل. وبعد ذلك انا كل الناشونال مثلا في الاندرنز في كل دوله ترتبط في الاقليم، زي ما تطلعوا شايفين هنا مثلا كل اقليم بيغطي مجموعه من الدول. راح امر على التفاصيل هاي بعد شوي ان شاء الله مشان تكون اوضح. الواقع يعني انه هاي ليست لكجري وليست يعني طرفا زي ما كان المفهوم في السابق، هي لا، هي مهمه جدا انه يكون في شبكات بحث وتعليم، وهذا ترند عالمي. لو تطلع على الخارطه اللي موجوده امامكم يعني راح تشوفوا انه معظم العالم حاليا انه في اللون الاخضر هو يعني انه توجد شبكه بحث وتعليم. والحمد لله منطقتنا العربيه في تطور، يعني راح امر على التطور في منطقتنا العربيه برضه. فاذا هو ليس طرفان، هو مهم جدا يكون في كل دوله. فهي واقع الاندرنز اللي هي الشبكات الوطنيه على مستوى العالم. على مستوى الريجنز اللي تطلع العالم مقسم لمناطق، يعني منطقه مثلا شمال افريقيا، شمال امريكا مثلا اللي هي كندا وامريكا الولايات المتحده عندهم انترنت، نيجي على امريكا اللاتينيه راح يكون عندهم شبكه اسمها ريد كلارا، راح نيجي على اوروبا عندهم شبكه اسمها جايات. انا بحكي عن الشبكات الاقليميه حاليا. على المنطقه العربيه راح تلاقي اللي هي الاسرن، منطقه افريقيا الشرقيه والجنوبيه مؤسسه اسمها اوبورتونيت الايانس، ومنطقه ثانيه المنطقه الافريقيه الغربيه والوسطى لها شبكه اسمها واكرن، ابان في منطقه اسيا باسيفيك ريجن، وهكذا. فالعالم كله في على مستوى الحمد لله احنا كاسرن احنا بنمثل المنطقه العربيه كامله فيما يخص افريقيا وما يخص منطقه اسيا. هلا انا بدي بسرعه امر على ليش يعني الديماند والحركه الترافيك اللي قاعده بتصير في العالم. انا بحكي عن اللي هي اي ان اي، بدا هذا المشروع ب 100 جيجا بت بير سكند، ربطوا امستردام مع مين لاند في نيويورك، وانا كنت موجود بالافتتاح وتمكننا نتحكم من واحنا بامستردام على اكوبمنت وتولز في اكوبمنت وانسترومنتس في نيويورك لايف. يعني كنا فعلا، حتى كنت احس لما كنت اعمل اتحكم به، عباره عن كرين كان كنت اتحكم فيه بانه هاي الوزن الثقيل وكذا. انا قصدي هون يعني انه نحكي عن السرعه، عفوا الحاجه لانه بدنا لايف داتا وتكون الديلي فيها يكون صفر تقريبا خلينا نسميه.
وتطورت هاي خلال 3 سنوات بدل ما كانت 100 جيجا نتيجة الحاجة لمثل هذا مثل هذه الشبكات ومثل هذه السرعة ل 300 جيجا بت بير سكند حاليا. ولا هذا الحكي من 3 سنين، حاليا برضو قاعدة تتطور وتزيد. احنا بنشتغل على جروب اسمه جلوبال نتورك اركيتكتشر، بنحاول نبني الوضع العام للشبكات البحث والتعليم على مستوى العالم من خلال انه في تمثيل، يعني آسر ممثل بهاي الجلوبال نتورك اركيتكتشر، انه زي ما حكيت كل جلوبال كل ريجنال نتورك هي عباره عن شريك في هذا. فاحنا وي ار شيبينج البوليسي والفيوتشر تبع الريسيرش اند ادوكيشن انفراستراكشر على مستوى العالم. يعني انا ما بدي احكي ابالغ، بس يعني ممكن يكون في المستقبل تو نتوركس، الانترنت الكوميرشال ولها موازي لها الريسيرش اند ادوكيشن نتورك. لا يعني ان تكون معزوله تماما، بس انه راح يكون في نتورك خاصه للبحث والتعليم، واحنا يعني في دعم كبير جدا وجهد كبير يوضع في هذا المجال. رجعت رجوعنا. يعني هاي مشروعي، يعني عشان الوقت ما راح اقدر، بالمناسبه انا ما راح اقدر امر على كل سلايد بالتفصيل، هي عندي حوالي 70 سلايد، فراح اختصر ما يلزم، وانا راح اترك البرزنتيشن بين ايدين اخوي الدكتور محمد، وهو بيقدر يعني يامنها للكوميونتي اللي حضر الورشه. برضو هاي هون الفكره انه يعني هذا سلايد قديم من 2013، ولكنه يشير الى التوجه في العالم للNRENs اللي شبكات البحث والتعليم. يعني بيحكي هو socialized regional ISPs is no longer, it should be essentially global platform اللي هي research network. بدل ما تحكي انها تكون بس عبارة عن supply chain، لا it will be demand side maker. وهكذا يعني راح تكون لها دور كبير في إدارة، وبدأ يظهر ذلك للعيان. يعني وتجارب راح أمر على تجارب تثبت تأكد هذا الكلام. هلا احنا مشان انه الكلتشر بصراحه في موضوع مفهوم شبكات البحث والتعليم ليس يعني معمما في بلادنا العربية، في العالم خاصه العالم الثالث، يعني فاحنا انشانا يعني خلينا نسميه بورتال، سميناه ذا كيس فور NREN. هاي الكيس فور NREN عباره عن بيانات تساعد الشبكات، يعني مثلا خليجي على دوله، مثلا ما بدي احكي اسم دوله معينه ما في عندهم شبكه بحث وتعليم على الاطلاق، فحتى انه الناس يحاولوا يعرفوا اهميه وبناء هذه الشبكه في على مستوى الدوله، احنا بنوفر لهم البيانات اللازمه انه يرفعوا مثلا القضيه للمانجمنت اللي عندهم، للدوله، للوزاره، انه اهميه السير في اجراء بناء شبكه بحث وتعليم. حاليا وقسمنا العالم لمناطق، فكل واحد فيه منتور، فانا بتشرف اكون بخدمتكم كمنتور لنورث افريكا والميدل ايست. يعني انا مستعد اساعد في ميكينج ذا كيس فور NREN للدول اللي ما فيها NREN، والدول اللي فيها NREN انا مستعد كمان اقدم انه هاو تو سبورت فيردر تو فيردر سبورت NREN هاي للامام. هاي البورتال الموجود واللي راح يكون العنوان موجود مع خلال يعني من ضمن داخل البرزنتيشن ان شاء الله. الNREN صار يعني زي ما حكينا، يعني خلينا نحكي بدايه بال2000 كان يعني الناس يطلع عليها كلاكجري وكشيء هينا شغالين مع الانترنت، بس الحقيقه بدات كل المؤسسات العالميه بما فيها اليونايتد نيشنز والوورلد بانك انه يهتموا. فعشان انا الايمرج فور افريكا اللي هو المحتضن، فانا حطيت السلايد هذا، هو عباره عن احنا عملنا، يعني انا كنت جزء من هذا المشروع انه اللي هو ذا رول اند ستيتس اوف ناشونال ريسيرش اند ادكيشن نتوركس ان افريكا، هذا أصدر البنك الدولي، وأنا كنت من المساهمين في هذا التقرير، إنه البنك الدولي بيدعو كذلك لدعم إنشاء وتأسيس شبكات بحث وتعليم، وكان له دور البنك في دعم في بعض الدول منها الصومال مثلاً. هلا بنيجي على SDGs، يعني هاي الخارطة كلكم تعرفوها، كل اللي هي Sustainable Development Goals اللي هي التنمية المستدامة، الأهداف التنمية من الأمم المتحدة اللي هي 17 جول. هاي الجولز الأمم المتحدة يعني موجودة في يعني في المانديت تبع الاي تي يو تبع كل الدول، كل الجهات اللي بتخطط للمستقبل انها تحقق هاي الديفلوبمنت جولز على اللي هي ابتداء من
اللي هي مثلا no poverty, zero hunger, good health and well-being and so on, access وهكذا. هاي الدعوة يعني دعوة الـ Sustainable Development Goals. نطلع على الـ Goals هاي راح نلاقي إنه الـ NRENs مهم جدا في تحقيق العديد من هاي الأهداف كفاسيليتيتر. يعني الـ NRENs هي من الجهات المسهلة لتحقيق مثل هذه الأهداف من خلال إنه يكون في عندنا good network و good infrastructure و good tools لخدمة هاي العملية. بدي أمر بسرعة على مشروعين أساسيات يعني بصراحة كان لهم دور في على مستوى منطقتنا. الواحد المشروع الأول اسمه يومت كونكت. يومت كونكت هو كان هدفه إنه نربط المؤسسات الشبكات البحث والتعليم في المنطقة العربية اللي مش كلها المنطقة العربية اللي مطلة على البحر المتوسط مع الشبكات اللي في أوروبا. وهذا المشروع بدأ من 2004 والحمد لله يعني زي ما حكيت كل الميديترينيان. ومن ضمن هذا المشروع كنا ناجحين جدا في ربطنا هاي الدول كلها مرتبطة كانت زي ما تشاهدين الخارطة مرتبطة مع المشروع مع أوروبا. واستفدنا كثير من أول شيء بداية نشر مفهوم شبكات البحث والتعليم في بلادنا. بدينا نشتغل على أن السيرفيسز للباحثين عملنا كان في عندنا جريد كومبيوتينج نتورك في ذاك الوقت. We gridified all computing resources around the Mediterranean into one grid computing infrastructure بحيث انه كانوا الاكاديميين والباحثين يقدروا يستخدموا هذا الجريد نتورك as computing elements and storage elements ليحللوا مسائل كثيره. وكثير من الدول العربيه استفادت من هذا المشروع. هي مثلا طبعا المشروع لا زال مستمر لحد الان والحمد لله يعني بشكل ناجح واحنا شركاء فيه كاسرن وبنديره بنجاح. المشروع الثاني مهم جدا اسمه افريكا كونكت. الفيرجن 2 منه كانت من ابتداء من 2015 لغاية 2019 نهاية 2019. وكان هدفه انه كمان يساعد على ربط على طبعا الافريكا كونكت هو عبارة عن بغطي كل افريقيا مشروع مدعوم من الاتحاد الاوروبي فيه له ثلاث شركاء. الشركاء الشركة الاول اللي هو الاوبونتو نت الايانس اللي هي مسؤولة الريجنال نتورك لشرق وجنوب افريقيا والواكرين اللي هي وست اند سنترال افريكا اللي هي الشبكة الاقليمية لغرب ووسط افريقيا والشبكة العربية آسر اللي هي المسؤولة عن شمال افريقيا. والحمد لله انهينا بنجاح وبدينا وقعنا قبل يعني نوفمبر ديسمبر السنة الماضية انا كنت موجود يعني مدير آسرن وقعنا كثلاث شركاء للمشروع لأفريكا كونكت 3 المرحلة الثالثة من المشروع. وهذا المشروع مهم جدا جدا راح يخدم المنطقة بشكل كبير. بداية يعني أنا ما بدأت يعني مشان ما أتسعش فيه بس يعني راح أركز فيه ليس فقط على أن نربط الشبكات البحثية راح نركز على الخدمات. راح أمر على خدمات كثيرة اللي هي إيديوروم والإيديوجين لاحقا. بس من المشاريع المهمة جدا أو الأكتيفيتيز المهمة جدا في هذا المشروع اللي هي الكاباسيتي بيلدينج ونقل المعرفة ويكون عندنا ربط الباحثين وليس فقط الشبكة. يعني إنه نحاول نأتي بأدوات تساعد الباحثين يتعاونوا مع بعض وراح أمر على أمثلة منها كمان في لاحقا إن شاء الله. فإذا المشروع الأفريقي كونكت 3 هو يعني بصراحة طبعا قيمته 37 مليون دولار 37 مليون يورو عفوا لمدة 4 سنوات. نيجي لبلادنا العربية. بلادنا العربية لو تطلع على الخارطة بالواقع اللي فيها بتورجينا إنه في يعني تطور في منطقتنا العربية. في يعني في مشهور إندرينز بلاد بعض البلاد وفي بعض البلاد ليس فيها شبكة بحث وتعليم وبعضها يعني بدأت يعني والحمد لله يعني لسنا في الذيل ولكن لسنا في المقدمة كمان. على مستوى هذا هاي الخارطة على مستوى الإندرين على مستوى الوطني في كل دولة. على مستوى الإقليمي حاولنا إحنا إنه يكون في عنا شبكة إقليمية أو منظمة إقليمية تدير الشبكة العربية تعمل على إنشاء الشبكة العربية للبحث والتعليم. وبدينا هذا المبادرات من سنة 2005 بمبادرة اسمها بان أرب نتورك ووقعنا بعدها روم ديكلاريشن ولكن كلها لم تنجح. يعني من 2005 لغاية نهاية 2010 حاولنا كثير نعمل إشي على مستوى المنطقة العربية وفشلنا. يعني إشي منه نتيجة يعني إنه الكل بتطلع إنه هذا بده فلوس ومين وين يجيب الفلوس وكذا. بس الحمد لله يعني في 2010
تمكننا ان نطلق الاسرن اللي هي Arab States Research and Education Network، المنظمه العربيه لشبكات البحث والتعليم. اطلقناها في ديسمبر 2010 برعايه جامعه الدول العربيه، وكان الافتتاح زي ما تشوف هنا الصوره في احدى قاعات جامعه الدول العربيه بحضور عمرو موسى اللي هو كان في هذاك الوقت امين عام جامعه الدول العربيه، والدكتور طلانه بغزاله اللي هو كان اللي هو رئيس. انا راح احكي لكم هو شو دور طلانه بغزاله، وحضور كبير من كل من معظم الدول العربيه والاوروبيه وسفير الاتحاد الاوروبي وممثلين على مستوى عالي. اطلقنا الاسرن ب 2010، وزي ما حكينا هي اخذنا يعني هي اسرن هي منظمه عربيه شركه غير ربحيه مسجله في المانيا لأغراض الحيادية. طبعا سجلناها بأغراض لألمانيا لأغراض حيادية بين الدول العربية من جهة، ومن جهة ثانية تسهيل التسجيل، وشكر للاتحاد الأوروبي لأنها كانوا من الداعمين الرئيسيين. هي زي ما حكيت هي مؤسسة غير ربحية، ويرأسها فخريا الرئيس الفخري لنا اللي هو أمين عام جامعة الدول العربية. طبعا كان معالي الدكتور عمرو موسى حاليا اللي هو الدكتور أحمد أبو الغيط هو رئيسنا الفخري، اما رئيس الحقيقي اللي هو الدكتور طلال ابو غزالي، وانا في زميل احنا المدراء التنفيذيين لاسرن. هاي يعني رؤيتنا، يعني رؤيتنا ومهمتنا تتحقق يعني تتبلور وتتمحور حول انشاء شبكه عربيه للبحث والتعليم مع الخدمات اللازمه لتطوير لتطوير العمليه التعليميه من خلال هذه الخدمات. وراح امر على الاوبجكتيفز اللي حاليا هاي هي. إلنا ثلاث أهداف رئيسية لآسرن. الهدف الأول إنه نساعد على بناء شبكة بحث وتعليم في كل الدول العربية، يعني في دول عربية لا يوجد فيها شبكة بحث وتعليم، وفي دول عربية يوجد فيها شبكة بحث وتعليم ولكنها ليست ممكنة بشكل كافي. فكان دورنا الأول إنه نساعد على إنه نساعد على بناء شبكات بحث وتعليم في هذه الدول. وساعدنا دول كثيرة، يعني حتى ما نذكر أسامي يكون في كذا، يعني دول كثيرة عربية قدمنا لهم الخدمة إنه كيف يعملوا إندرين وتمكنوا. وفينا ورح أمر على الفرق بين كيف يعني مين اللي ساعدنا. هاي الهدف الأول أو المحور الأول لأهداف آسرن إنه يكون نساعد. الهدف الثاني إنه يكون في عنا الشبكة الإقليمية للدول العربية للبحث والتعليم، وفي لنا إنجازات فيها. بدينا عملنا عندنا مركز رئيسي في لندن، وفي لنا بالتعاون مع إخواننا في الإمارات في لنا مركز في الفجيرة، وفي نعمل الآن بجدة مع إخواننا في مصر يكون في لنا مركز رئيسي اللي خلصينه point of presence، بحيث إنه إن هاي النقاط الرئيسية للشبكة. وهناك العديد من الدول المرتبطة راح أمر عليها بعد قليل إن شاء الله. الهدف الثالث هو أهم هدف بالنسبة لنا كآسل اللي هو في فروع كثير. الهدف الأول إنه نكون في عنا خدمات للمؤسسات الأكاديمية والبحثية بحيث تستفيد من هاي الشبكة. ابتداءً الخدمة الأولى نعملها إحنا في عنا اللي هو creating awareness أو نقل المعرفة، وهذا بنعمله من خلال المؤتمرات. نعمل مؤتمر سنوي كل سنة في دولة، الحمد لله كل سنة بنجاح بيحضروا لا يقل عن 40 عن حضور من 40 دولة على الأقل بكون الحضور فيه، ويتراوح الحضور ما بين 100 إلى 200 شخص حسب الدولة وحسب الإمكانيات الحضور لهذه الدول. وأنا راح أعطيكم المؤتمر اللي راح نعمله السنة، راح يكون مؤتمرنا السنة هاي نسأل الله السلام للجميع أن يكون في تونس، نسأل الله يكون أمور حلت، وراح يكون في ديسمبر. راح نمرر المعلومات من خلال أخي محمد إن شاء الله لأيكم. غير المؤتمر بنعمل ورش عمل على مستوى الدولة بحيث أنه نساعدهم على أنهم المفهوم تبع شبكة البحث والتعليم يعرفوا من جهة، أو من جهة ثانية إنه كمان بنزور الديسيجن ميكرز مثلا رؤساء الجامعات الوزراء المعنيين في هذا الموضوع، شركات الاتصالات اللي هي العقبة الرئيسية أمامنا شركات الاتصالات، إنه يساعدوا على إنه بناء هاي الشبكة على مستوى الدولة. إضافة لذلك الخدمات المقدمة الكاباسيتي بيلدينج للتكنيكال بيبول اللي بيشتغلوا في هذه الشبكات. ونعمل حاليا على بعد جديد لبعد الخدمات، راح أمر على بعض الخدمات اللي بنقدمها فيما بعد إن شاء الله. هلا الواقع في 2011، الواقع الدول العربيه في 2011، هل يوجد شبكات بحث وتعليم في العالم العربي او لا؟ كان فقط عدد محدود في الامارات والجزائر، عفوا في المغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان والصومال وفلسطين. المهم عدد بسيط جدا كان في 2011 قبل
وجود آسن. بعد احنا تعاوننا معهم وقدمنا الدعم وكذا، لاحظوا كيف يعني بدي اشوف الفرق، يعني انه كان في اكزيستنج اندرنس كم اكزيستنج، يعني حاليا معظم الدول العربيه فيها شبكات بحث وتعليم، وهناك دول يعني كان فيها، يعني انا مضطر انه للاسف انه الظرف السياسي والحروب هي اللي اثرت، انما مثلا اليمن كان فيها، ليبيا كان فيها، سوريا وكذلك. يعني للاسف نسال الله انه تتبدل الاحوال وانه كمان يرجعوا. فيعني احنا يعني انا بقدر ادعي انه بلادنا العربيه يعني فيها، معظم الدول العربية فيها شبكات بحث وتعليم ما عدا يعني عدد بسيط جدا لا يتجاوز 2 أو 3. مع أخذ بعين الاعتبار التفاوت إنه في دول متقدمة جدا، يعني ما بدنا برضو ندخل في ذكر الأسماء الدول المتقدمة فيها الشبكات، ولكن وهناك دول يعني فيها شبكات يعني خلينا نسميها في بداياتها أو إنها غير ممكنة من، يعني الدولة مثلا أسست شبكة بحث وتعليم في الأردن ولكنها حاليا لم تمكنها بالاستمرارية مثلا. الحمد لله هاي الـ يعني اللوجوز لشبكات البحث والتعليم المنطقة العربية اللي لاحظوا انها يعني السلايد كراودد مزدحم يعني انا باكد انه الحمد لله امورنا في الدول العربية بخير، ولكن بحاجة الى المزيد. أحسن يعني ريكوجنايز على مستوى العالم، فاحنا عندنا شركاء هي عبارة عن برضو يعني عبارة عن مجموعة من الجهات اللي احنا شركاء معها والمشاريع اللي قمنا بتنفيذها. هلا احنا الاستراكشر تبعنا كأسرن اللي هو حكينا اللي هي شركه غير ربحيه، والاستراكشر تبعنا عباره عن شير هولدر استراكشر، ففي كل دوله اليجيبل لون شير هولدر اللي يكون شريك معنا في بالديسيجن ميكينج ويكون على البورد. يعني كل دوله مثلا الأردن شبكة الجامعات الأردنية، في المغرب اللي هي المركز الوطني للبحوث والتقنية المسؤول عن شبكة البحث العلمي الوطني هناك وهكذا. فالحمد لله حاليا يعني هنا في البروسس إنه يكون في عنا كمان دول كثير جديدة تنضم للعضوية هنا، والشير هولدر هي الجهة يعني هم اللي بسميه الديسيجن ميكينج بادي لآسرن. آسرن هي ليست يعني مش انا اللي بدي يعني انا بديرها، ولكن اللي بيحط السياسي والاستراتيجيه انا بساعد في ذلك، ولكن السياسي تقر من اللي هي اللي بسموه شير هولدر ستراكشر اللي هو الشركاء اللي موجودين امامكم. هلا اسمحوا لي امر على بشكل بسيط على الخدمات اللي ممكن تتقدم لها من خلال شبكات البحث والتعليم. اهم الشبكات الخدمات اللي بنسميها الايديروم او الايدوكيشنال رومينج او تسميه التجوال الاكاديمي او التعليمي. فكرتها بسيطة جدا، هي عبارة عن واي فاي، ولكن الواي فاي هذا موجود في كل الدول اللي باللون الغامق يوجد فيها خدمة اسمها واي فاي، عفوا خدمة اسمها إيديروم. أنا شخصيا أنا معي إيديروم أكاونت. أنت حضرتك لما تدخل أي واحد فيكم يدخل على بيته بيشبك على الواي فاي اللي في بيته، لما يدخل على مكتبه بيدخل بيشبك على الواي فاي اللي في مكتبه. أنا شخصيا أي مكان في هذا البلو المناطق اللي فيها اللون الغامق الأزرق الغامق، وكنت دخلت على جامعة هناك وبدخل مباشرة على الواي فاي كأني دخلت على بيتي على الانترنت مباشرة. طبعا هاي يعني خدمة عالمية فقط للمجتمع البحثي والأكاديمي. احنا بنطور الخدمة هاي بحيث انه نساعد انه ما تقتصر فقط على الكامبسز اللي يعني على الجامعات وكذا، لا احنا بنتطور. يعني حاليا مثلا في أمستردام، في مطار أمستردام موجود خدمة إيديروم، فبنحاول نوسعها على اي مكان ممكن يتواجد فيه باحثين او اكاديميين انهم يشبكوا ويكونوا يعني يقدروا يخدموا. الفكره اللي من وراها احنا وي ار يعني بيهايند انه اليوزر موبيليتي، يعني احنا بهمنا الباحث او الاكاديمي اللي او الطالب طبعا اينما كان اينما توجه انه نقدر نخدمه نقدر نوصله للشبكات. منطقتنا العربية في تطور حاليا، انه يكون في يعني التطور انا لازم اشهد ل المغرب والجزائر والامارات وعمان ولبنان متفوقين جدا، والسعودية كذلك في هذا المجال وقطر ايضا. باقي الدول يعني هناك يعني خلينا نسميها بايلوتس او اللي هي يعني بدايات لانشاء هاي الخدمة. يعني هاي الخدمة أنا أعتقد متطلب أساسي صارت لكل الباحثين. أنا I want to be connected أينما ذهبت أريد أن أكون على اتصال، اللي هي هاي اللي بنسميها user mobility. الجزء الأول من user mobility. الجزء الثاني من user mobility
اللي احنا بنسميه اللي هي الفيدريشن اوف اكسس. الفيدريشن اوف اكسس فكرته انه يعني في من الحضور اظن فنيين وغير فنيين، فالفنيين بيعرفوا انه الفيدريشن اوف اكسس انه تو هاف اكسس على داتا او على ريسورس او على كمبيوتر من خلال فيدريتد ايدنتيتي. الفكره منها انه احنا وي ار بيلدينج ايديوجين نتورك اللي هي فيدريشن اوف اكسس نتورك على مستوى العالم. هاي النتورك اذا حضرتك مثلا اعطي المثال بشكل اخر، يعني مثلا حضرتك بدك مثلا في جامعه في مصر وبحاجه لانك تحصل على معلومات من جامعه في باريس مثلا، فانت بالعاده بتاخذ يوزر نيم باسورد وبتدخل على هناك وبتحصل معلوماتك وانتهى. بعدين بدك تروح جامعه بايطاليا نفس التجربه، وعلى امريكا نفس التجربه. فالترند العالمي وخاصه يعني قرار محسوم يعني بس يمكن راح ياخذ وقت حتى يتنفذ بشكل نهائي، انه ما بدنا انه كل ما يوزر نيم وباسورد يوزر نيم وباسورد وكذا، زي ما انت بتفوت على اليوتيوب مثلا او على جوجل او نفس اليوزر نيم او الباسورد، احنا بنعمل نفس الشيء انه مثلا بنعمل يعني فيدريشن اوف اكسس نتورك. يعني اذا مثلا جامعه القاهره مثلا، انت حضرتك في جامعه القاهره بدك تدخل على هاي الجامعه، ما راح يعطوك يوزر نيم باسورد، راح يقول لك يحكوا لك انت من وين جاي، من اي جامعه. فاذا جامعتك اللي هي جامعه القاهره هي من التراستد نتورك، راح تدخل على هاي السيرفيس من خلال الكريدنشلز تبعتك اللي في جامعتك. واحنا ورا هذا الحكي هذا بنساعد على تطبيقه احنا في بلادنا العربيه اللي مطبق هذا في المغرب والجزائر ولبنان وعمان، والسعوديه بدات في ذلك وان شاء الله نطبقه كمان في باقي الدول العربيه. وهذا مهم جدا لانه يسهل على الناس الوصول للبيانات بدون ما انه يعبي محفظته او يعبي اللابتوب تبعه بيوزر نيمز وباسورد لكل سيرفيس ممكن يحتاجها. دكتور يوسف بس نقطه، عندنا في سؤال من مصطفى. دكتور حسين مصطفى بيسال، افتح له المايك حالا دلوقتي. تفضل دكتور. دكتور حسين، المايك مع حضرتك يا فندم. طيب، هو بيعتذر ان المايك عنده مش شغال، هو بس السؤال بيقول ان هو كيفيه الحصول على هذه الخدمات زي اليروم والخدمه اللي حضرتك قلتها تاني مره. هلا يعني خلينا اوضح، هلا احنا كاسرن ما بقدر يعني بنقدمش الخدمه مباشره للانديفيديوالز. هلا الاستراكشر تبعنا زي ما حكيت في البدايه، في عندنا كامبس نتورك. الكامبس نتورك هي مرتبطه بالانرين اللي هي الناشونال نتورك، فالمسؤوليه الحصول على الخدمات هذه بشكل مباشر هي من خلال الانرين اللي هي شبكه البحث والتعليم في هذه الدوله. يعني مثلا في الامارات في شبكه اسمها، يمكن انا كان لازم امر على مكان اذكر اسماء الشبكات بس ممكن اضيفها، يعني مش موجوده عندي بشكل واضح مباشر، بس يعني مثلا في الامارات في شبكه اسمها عنكبوت، مثلا في الاردن في شبكه اسمها جيونت، انا راح اعمل قائمه فيه وامررها لكم ان شاء الله. ان شاء الله. هو بيقول ان هو بدون الجامعه، يعني هو ممكن يدخل بدون الجامعه ولا لازم النتورك تبع الجامعه؟ يعني هو بالاخير هاي يعني بدا يعني هلا ال بالنسبه للفيدريشن، الفيدريشن الايديروم، لا الايديروم يعني هو كله من خلال الاندرين. هلا الاندرين بتقرر انها من خلال الجامعه او لا، مش قراري انا يعني، لان انا ريجن. هلا خليني ارجع انه احنا في عندنا اربع ليفلز. الليفل الاول الكامبس، هذا الكامبس يتعامل مباشره مع الاندرين، الشبكه الوطنيه الاندرين. هلا الاندرين بتتعامل مع الريجن، والريجن احنا بتشكل الجلوبال، فهو بالنسبه له يعني يعني الجهه اللي بيتعامل معها اللي هي اما الجامعه او الاندرين، فهو بده يشوف. يعني هذا بيعتمد على الاستراكشر اللي في الدوله، احنا ما بندخل تفاصيل كل دوله كيف تشتغل. واذا يعني خلي الايميل، يعني انا راح اعطي ايميلي بعد شوي بس نخلص، يعني بنمر الايميل لكل الناس وبتعامل معهم يعني بشكل، يعني اي واحد عنده سؤال برضه مستعد اجاوب بشكل منفصل يعني ومفصل. هو بيشكر حضرتك جدا، الفكره وضحت. لو في اي حد من حضرات الكرام عنده اي سؤال قبل ما ننتقل لنقطه ثانيه ممكن يكتب واحد عشان افتح المايك له، رقم واحد في الشات. طيب لو عاوزين الدكتور يوسف يكمل اكتبوا اثنين بعد اذن حضراتكم. واحد في اسامه.
دكتور أسامة اتفضل. أنا فتحت المايك لحضرتك يا دكتور أسامة. دكتور أسامة حضرتك أظن في مشكلة تقنية عند دكتور أسامة حاليا. طيب حضرتك ماشي دو. ممكن حضرتك تفضل تكمل دكتور يوسف. خلاص تمام شكرا شكرا دكتور يوسف. أكمل؟ اتفضل يا فندم. الله يزيد فضلك. هلا كنا انا كان الايدنتيتي بروفايدر او اللي هو الفيدريشن اوف اكسس، يعني في دول فيها يعني اسن عندها ايدنتيتي بروفايدر، واحنا بنعمل ابجريد بحيث انه يمكن في المستقبل خلينا نحكي بعد سنه او اقل من سنه راح نصير نعطي دايركت، يعني نتعامل مع الانديفيدجوالز مباشره في الدول اللي ما فيها انرن. راح بس هاي احنا بنطور فيها بس ما خلصنا بصراحه، يعني للاخ الكريم اللي سال قبل قليل ممكن فيما بعد يعني بس ليس حاليا انه نصير نقدم الخدمه المباشره، لانه في بعض الدول ما فيها شبكات بحث وتعليم ممكن نتعامل مباشره مع الجامعات، بس يعني ما ليس الان. الدول المغرب مره ثانيه دول ناجحه، المغرب والجزائر. هلا انا بدي اتكلم موضوع بعد جديد للخدمات اللي هو يعني احنا عملنا مشروع بسيط اسمه ليبسنس اللي هو لايبرري support for embedded NRENs services and the infrastructure. الفكرة الرئيسية انه احنا كشبكات بحث وتعليم بهمنا انه الكوميونيتيز تستفيد من الشبكة اللي احنا بنقدمها الخدمة، وللأسف يعني انه الكلتشر مش زي ما حكيت مش كافية. فواحد من اهدافنا يعني وهي مثلا من اللقاء هذا هو نوع من البروموتنج NREN للكوميونيتي، لانه مش كل الناس عن شبكات التعليم ومنهم المكتبات يعني. فالفكرة الرئيسية اللي وراء انه احنا عملنا مشروع بسيط انه نحاولنا انه نلتقي كشبكات بحث وتعليم مع المكتبات من خلال انه نشرح للمكتبات ما هو الدور الذي نقوم به في انه نساعد المكتبات من خلال يكون في نتورك خاصة لنقل البيانات من جهة، والأهم من هذا اللي هو الـ يعني خلينا نسميهم اللي هم يعني المراكز او الداتا ريبوزيتوريز اللي هي مراكز البيانات الداتا ريبوزيتوريز اللي موجوده في البلاد العربيه. هلا كلها عباره عن انديفيديوال سكاترد مش موحده من جهه ومش ماشي على مثلا على ستاندرد، يعني كل واحد عندهم طريقه اكسس بشكل يعني. وانا يعني بدي احكي انه العالم ماشي في شيء اسمه اوبن ساينس واوبن اكسس، يعني ليس يعني لم يعد يعني انه كل واحد يعمل الداتا بشكل مريح له، لا بدنا الداتا تكون موجوده بشكل ستراكشر، والستراكشر هذا موجود اسمه فير فايندبل اكسسبل ريوزبل داتا. فالفكره انه نساعد المكتبات انه نشرح لهم المفهوم الصح للتعاون عبر يعني ما بدنا مثلا انا بحكي عن الاردن فيها الجامعة الأردنية في الأردن هي مركز إيداع لكل الرسائل الجامعية على مستوى المنطقة العربية وليس يعني. فهاي يعني الأكس عليها ليس مريحا من جهة، ومن جهة ثانية مش أوبن يعني بلاش نسمي أوبن يعني بلاش، بس يعني مش مريح. مثلا جامعة اليرموك فيها مركز إيداع للمجلات العربية، المجلات العربية اللي تصدر من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية برضو إيداعها في كمركز إيداع في جامعة، ولا يوجد أكسس للناس عليها أكسس مريح. فهاي داتا ريبوزيتوري. وكذلك مثلا في مصر في مثلا Egyptian Knowledge Bank، مثلا في مكتبة الإسكندرية من المكتبات الضخمة اللي فيها بيانات هائلة مثلا. فالفكرة يعني طبعا أنا بعرف أن المكتبات بدأت تتطور وتقدم خدمات اللي بيسموه ديجيتال لابراري وسبسكريبشنز وكومون سبسكريبشنز، ولكن هذا ليس كافي لأنه بهمنا أن يكون في كمان عندنا فكرة الأكسس تكون من خلال النظام الفيدريشن سيستم اللي أنا مريت عليه قبل شوي. ففكرتنا أنه إحنا بنشتغل نتعاون مع المكتبات أنه تبروموت أنه نبدأ نعمل الفكره اللي ما نحصل عليه من هاي المشروع البسيطه هو هذا بايلوت، انه نقدر نعمل نموذج او نموذجين للدول العربيه لكيف انه يكون الاوبن اكس على البيانات، وان كيف نربط الداتا ريبوزيتوريز تكون موجوده من خلال اكس من خلال وان بلاتفورم، بدل ما اننا كل داتا ريبوزيتوري بدروا عليه بشكل منفصل ويكون عندي مثلا فاتح 10
شاشات كل شاشه على داتا البوز. لا انا بعملها من خلال وان بلاتفورم اللي احنا برضه شغالين عليه ان شاء الله. وهذا يعني المشروع يعني في شركاء كثيره منهم يعني الكور اللي كونفدريشن اوف اوبن اكسس والاي اي اف ال اوبن اللي بتعرفوها حضراتكم. عملنا ورشة في تونس وراح نعمل ورشة السنة القادمة كمان راح نمرر المعلومات لكم ان شاء الله. البعد الثاني اللي احنا شغالين عليه اللي هو الايرث اوبزرفيشن. هلا الايرث اوبزرفيشن هي عبارة عن مؤسسة عالمية يعني تم تأسيسها 2005. الفكرة منها انه تربط او تجمع الجهات المعنية في الايرث اوبزرفيشن من خلال انه طبعا انا وانا سي ايرث اوبزرفيشن انه عبارة عن بيانات هائلة ابتداء بتيجي من الأقمار الصناعية أو من السنسرز الموجودة في المناطق هاي بتساعد الباحثين مثلا حسب تخصصهم اللي بيشتغلوا في التصحر اللي بيشتغلوا في المياه اللي بيشتغلوا في الكلايمت اللي بيشتغلوا في وهكذا. هاي البيانات يعني الجهة هاي مسؤولة عن تنظيم هاي البيانات وتبويبها وأنها توصل للباحثين. إحنا شغالين معهم نحاول إنه تبروموت انه الانفراستراكشر اللي بنبني فيه هو المينز الصحيح على نقل هاي البيانات وتبروموت الكلتشر اوف كومن يعني خلينا نسميها اللي احنا بنحكي عن الايرث ككوميونتي يعني ما بنحكي عن مصر او فلسطين او لبنان او كذا قاعد بنحكي عن الايرث كلها انه بهمنا انه كل الديسيجن ميكنج في الدول في هاي الدول مبنيه على بيانات صحيحه وابحاث صحيحه واحنا بنوفر الوصول لهاي البيانات بالشكل الصحيح. هاي الموضوع خاص بافريقيا الارض افريجي والافريكان ايرث اوبزرفينج جروب احنا عضو فيها وانا الاردن يعني عفوا مش اردن اسرن وانا بمثلها مسؤولين عن كل افريقيا في موضوع الايرث اوبزرفيشن من خلال انه نربط كل الايرث اوبزرفيشن سايتس والسنسرز وكذا تكون من خلال هذه الشبكه. وبنفس الوقت انا بهمني كمان تعرفوا عن معلومه عفوا الاوبن ساينس. هلا الاوبن ساينس مره ثانيه الاوبن ساينس معناه انه انت بدك داتا تكون افيلبل للناس بشكل مريح يعني انه يعني نعمل بحث في مجال معين في الداتا هاي ممكن تلزم لبحث ثاني فبدنا البيانات الابحاث هاي تكون موجوده بشكل اوبن للناس من جهه. وهذا الحكي طبعا ترند عالمي او بتقود اوروبا اللي هي اذا حدا فيكم بيعرف اللي هي يوروبيان اوبن ساينس كلاود. اليوروبيان اوبن ساينس كلاود انه بيحاول انه يتجمعوا ويخلوا كل البيانات يعني يبنوا كلاود ضخم على مستوى افريقيا ومن خلال هاي الكلاود يخلوا البيانات للباحثين موجوده. طبعا في مش معناها اوبن انها مفتوحه زي الواحد يفتح وياخذ انما منظمه بطريقه انه يقدر الناس يوصلوا لها. زي ما انتم شايفين العالم الترند اوبن اكسس اوبن ساينس يعني هذول الاوبن كلمتين اساسيات في المصطلحات العالميه. وحتى البروفايدرز الجورنالز والبيبرز وكذا بدوا يعني صارت على خارطتهم موضوع الاوبن اكسس. واحنا بنقود جزء يعني احنا جزء في هاي العمليه في افريقيا. هذا مثال. نعم انا اسف دكتور هو في سؤال. نعم سامع. انا في سؤالين بس بالنسبه للخدمات اللي فاتت اللي هي الخدمات اللي حضرتك شرحتها. نعم هل هي مجانيه ولا هي باشتراك بفتره زمنيه معينه؟ اذا بنحكي عن الايديروم والايديروم مجانيه. اذا بنحكي عن الايديو جيم مجانيه ولكن هناك اتفاق يعني خلينا نسميها قرارات او بوليسيز يعني اتفاقيات لازم يعني التزامات من جهه يعني عفوا المثال بدي اوضحه انه مثلا الايديوجينا واللي هي الفيدريشن احنا بدنا لما جامعه تكون تراستد بهاي النتورك ات هاز تو ساين اجريمنتس بوليسي اجريمنتس. ما عدا ذلك ما في تكلفه. هلا الباقي الاشياء اللي هي مثلا خلينا نحكي انه هو عفوا انا برجع ارجوك انا حكيت عن خدمات هلا هاي اللبسس مشروع لا زال بعده بايلوت يعني فمفيش في حدا استفاده مباشره من الانديفيدجوالز بس راح يصير قريبا ان شاء الله خلال سنه بايلوت انه تقدر توصل لمجموعه من الداتا ريبوزيتوريز وهي راح تكون مجانيه وراح نعلن عنها لما تكون جاهزه ان شاء الله. بالنسبه للايرث اوبزرفيشن هي عباره عن يعني هي من خلال يعني
من خلال الجهات اللي بتعمل بحث على الايرث اوبزرفيشن، هم بيعرفوا كيف يوصلوا لها، انا ما بعرف بصراحه. تمام. هو بس فكرة، في حد بيقول إن فكرة العمل المطروحة مشابهة لمنصة عالمية للأبحاث مسماها اللي هو Research for Life، هل لديك نعم تعاون نعم معهم أو ارتباط معهم؟ لا هلا ريسيرش فور لايف، نعم هو ريسيرش فور لايف ليس لي، لا يعني هو احنا بنتعاون بنشتغلش معه بشكل مباشر، لانه احنا بنعني معنيين بالانفراستراكشر فقط اكثر ما نكون معنيين بالاكتوال. هلا ريسيرش فور لايف احنا ما تعاملنا معه، بس بنعرفهم يعني، احنا عملنا خلينا نسميه مكمل لهم، وليس يعني ما بنعيد ما بنكرر شغلهم. يعني احنا لما نبني يعني لما نبني الفيدريشن ونبدا نعمل، يعني حاليا ما ريسيرش فور لايف از نوت انترستد، از نوت البزنس تبعه انه يربط مثلا الداتا ريبوزيتوري اللي في الجامعه الفلانيه مع الداتا ريبوزيتوري اللي في الجامعه الفلانيه في وان بلاتفورم، مش هذا الانترست تبعه. احنا شغلنا مكمل له، وليس مناقض وليس مكرر. يعني كان في دكتور منذر كان طلب ان هو يسأل سؤال. دكتور منذر بس يعرفني بنفسه. تمام، مواضيع واحدة. السلام عليكم. عليكم سلام السلام الله. دكتور منذر، انا منذر مفالحة، كيف حالك ابو لا لا ابراهيم؟ انا منذر، انا كيف كيفك؟ صحتك؟ كيف الامور؟ اهلا. انا بس كنت حاب اعمل مداخلة. طبعا يعني جهودك مهندس يوسف يعني من اوائل القرن ال21 وفي شبكة الجامعات والربط بين الجامعات، وكان يعني جهود كبيرة كثير وعملت توفير وعملت يعني بنية تحتية قوية جدا بين الجامعات، واللي بنتمنى يعني دائما انه يكون في بين حتى كل الجامعات الموضوع هذا. المرحلة الجديدة اللي يعني عم دخل فيها العالم انه الانفراستراكشر ما حدا يفكر فيها، خلص صارت يعني باي ديفولت. يعني الاكثر شيء الناس عمالها بتدور في الوقت الحاضر، بتدور على الانفورميشن وبتدور على الداتا وعملية وجود البيانات اللي يعني هي عمالها بتقود عملية اتخاذ القرارات في كل العالم، وجزء منها يعني الكبير اللي هو بيعتمد على الاي او تي، الانترنت الاشياء، في عملية تجميع البيانات. انا حاب اسأل سؤال انه كأسرن او كمنظمات هاي خاصة مع الدول العربية، كيف ممكن نقدر احنا نشجع الحكومات على توفير البيانات والمعلومات؟ يعني كثير من المعلومات والبيانات، لو بدك تيجي تطلب اي معلومة بخصوص النقل والسير، يعني ودخلت على منصة زي منصة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تلقى المعلومات الموجودة هي عبارة عن اكسل شيت بسيطة، ليس هي المقصود في البيانات والمعلومات. وهاي هي اللي عمالها بتبنى عليها كل التكنولوجيا، حتى الأمراض، مقاومة الكورونا يعني جزء كبير منها مبني في العالم مبني على وجود البيانات وعملية التراكينج وعملية المتابعة وعملية تطوير البيانات وتوجيهها، وانه حتى البيانات انها تكون يعني انتر اكشن، عم تاخذ وتعطي معك وانت ماشي، بتقودك في الطريق، انه الطريق الاسهل، الطريق المفتوح، الطريق الاوفر، فاهم حتى ما بعد اللي انت رايحه لوين ممكن تستفيد. يعني هاي التفاعل والانتجريشن بين يعني ما وصلناش لمرحلة نحصل على البيانات، بس احنا مطلوب منا عشان نعمل بعديها انتجريشن وبعديها ناخذ عمليه الديسيجن سبورت سيستم، يكون في عندنا سهوله اتخاذ قرارات منطقيه يعني مبنيه على الواقع، وليس زي زمان عشوائيه يعني شو بيجي. فهذا سؤالي انه هل يعني في مرحله او في الخطط تاعت انه عمليه الوصول للبيانات، مع انه هاي حرب عالميه البيانات يعني، وكثير من المؤسسات العالميه حصلت عليها واحتكرتها يعني كجوجل وامازون، بس كأسرن كمعلومات في الجامعات، كمعلومات في الحكومات، تجيها على توفير البيانات المنطقيه، البيانات اللايف، طبعا مع الحفظ على مساله السكيورتي والبرايفسي والفيدراليتي والانتجريتي للداتا، بس انه يعني انا بقدر احصل عليها سواء بقدم طلب وبتوثق وكذا، بس المهم انها تكون موجوده يعني هي في الاصل يعني. وشكرا لك ابو ابراهيم، ورمضان مبارك على الجميع، يعني الله يسلمك، ينعاد علينا وعليكم الخير يا رب. الله يسلمك، تحياتي. الله يسلمك، شكرا اخي الحبيب. انا لما حكى منذر مجلس يعني عارف انك بس فكرت حدا ثاني. شوف منذر، احنا اشتغلنا مع بعض في شبكه الجامعات الاردنيه وكان وبيعرف. هلا مزبوط، انا بثني على كلامك في موضوع الانفراستراكشر. هلا الانفراستراكشر لا زال مهم، ما بنقدر نتجاوزه،
وبصراحه احنا شبكات البحث والتعليم بدات من منطلق توفير الانفراستراكشر بدايه، وما كانت تتدخل في موضوع الكونتنت ولا كانت تتدخل في موضوع الاكتوال ريسيرش ولا الاكتوال ايدوكيشن ولا اي شيء زي هيك. صحيح، بس شفنا ان احنا بنقدر ان يعني او مش يعني انه فبدينا في موضوع مثلا انه يكون في انك نبدا على موضوع الاوبن اكسس والاوبن داتا والمكتب، وندخل في موضوع المكتبات، لانه انا بثني على كلام اخوي منذر انه ما في يعني داتا اذا موجوده بشكل غير منسق وغير ويمكن تكون مش ابديتد، تكون داتا قديمه او كذا وعليها ريستريكشنز شديده وابصر شو اليرتس والارمز وكذا. انا بثني على كلامه. هلا احنا بنحاول نوصل لمفهوم كلتشر انه يكون في عندنا الداتا تكون موجوده بشكل ستراكشرد من جهه، ومن جهه ثانيه تكون الاكس عليها يكون. فاحنا لحد الان ما دخلنا يعني انا يعني بتوقع انه اللي بتحكي فيه راح نجاوب عليه، يمكن نجاوب عليه بعد سنتين او ثلاثه، لا راح يكون في شيء مختلف تماما. فلانه احنا بدينا في مفهوم انفراستراكشر وتكنولوجي اكثر ما يكون سيرفيسز و بكيسز وكذا، يعني شوي تأخرنا. هلأ وما بدنا كمان تأثيرنا يدخل في الدور السياسي، لأن بالأخير هذا قرار سيادي للدولة. فإحنا إحنا وضعنا صعب إنه بدنا ندخل مثلا في أي موضوع. حتى أنا لما أروح على وزير أو على كذا ما بقدر أحكي اللي بحكي لكم إياه أمامكم، يعني لأنه إحنا نفس بدي أضطر أحكي بالدبلوماسية وحذر وكذا لأنه الموضوع حساس. هذا من جهه. هلا انا بثني على كلام اخوي كمان مره ثانيه موضوع الاي او تي، لا مش بس الاي او تي، حاليا واضح انه الطرح يعني انا بحكي عن التعليم حاليا، تعلم عن بعد اللي المأساوي اللي يعني انا كل الجامعات بتدعي، كل الاردن او كل الدول بتدعي انه عندها educational system والdistance learning، لانه الجامعات معطله على نتيجه الكوفيد كرايسيس وكذا. وحقيقه يعني انا بشك انه يعني أنا أولادي بالجامعات وبعرف وبشوف يعني ما في عملية حقيقية منظمة للتعليم، يعني لأنه استجابة لأنه ما كان في اهتمام بالحاجات المشتركة للجامعات أو للمؤسسات البحثية على من نظرة دولية، من نظرة الدولة. يعني الدولة المفروض تطلع إنه في عندي common needs، common needs هاي بحققها من خلال مشروع موحد مثلا. فيعني إحنا كمان our call حاليا كأسرن واحنا شغالين مع شبكات البحث والتعليم انه لازم يعني انه الدور يعني للشبكات البحث والتعليم يكون دور اكبر، مش انها تقود مش انها تتدخل في العمليه التعليميه او عمليه تخزين البيانات بقدر ما هو انه تميك السيرفيس هاي وانه تفاسيليتيت الحكي هذا بشكل علمي وبشكل يتماشى مع المعايير والتوجهات العالميه. ما يكونش يعني كل دوله يعني الدكتور في نفس الجامعة دكتور بعطيه PDF لطلابه، الدكتور بعطيه محاضرة على الزوم، دكتور ثاني بيسجلها وبود يعني فيش ها مش 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 موحد يعني كذا. فأنا ما بدي أتوسع هون بجواب لأخوي منذر، بس اللي إحنا بنحاول إنه نتدخل مش نتدخل نبدأ نبروموت المفهوم هذا على مستوى الوطني، ولكن بحذر لأنه الموضوع حساس يعني كمان نفس الوقت. بس يعني الحمد لله ماشيين كويس في موضوع الاوبن داتا او الاوبن اكسس والهاي، لانه تعاملنا مع مكتبات وليس مع دول. يعني مع ان المكتبات في مكتبات معقده يعني وعندهم بيروقراطيه وعندهم حساسيه، بس يعني في تطور يعني بلاش نسميه يعني معقد زي ما بنتعامل مع الدول. التعامل مع الدول معقد جدا. يعني احنا مثلا بدنا نعمل كلاود للمنطقه العربيه، كل دوله بتقول لك انا ما بطلعش الداتا تبعتي على كلاود خارج الدوله. طب كمان هي دوله في النهايه كلاود موجود في دوله عربيه يعني مثلا. فهي الموضوع بده يعني مغلبنا كثير وفي شغل يعني اخي منذر. انا بجوز تفرع يعني اسهبت في الاجابه على سؤالك، بس اتوقع الكل مهتم يسمع جواب زي هيك. يعني كل شكرا على السؤال. شكرا. تفضل دكتور يوسف. انا بحاول اخلص بخمس دقائق. يعني الفكره اللي حكيت لكم عنها سابقا انه بنعمل فيرتشوال كوميونيتيز، فكان في عندنا مشروع مع الاتحاد الاوروبي اسمه ماجيك. الفكره منه انه عملنا كان مشروع على مستوى العالم، وكان في عندنا جلوبال ساينس كوميونيتيز عبر العالم
في ثلاث مواضيع الاي هيلث والبايو دايفرسيتي والانفايرمنت والريموت انسترومنتيشن، وكل واحدة كان فيها مجموعه من الممبرز يشتغلوا على كل واحد في بلده، ووفرنا لهم الادوات بيستخدموها. طبعا هاي المشروع خلص يعني ما بنقدر نوفر الادوات هاي مره ثانيه، بس احنا بخطتنا انه نعمل الافرس يعني من خلال افريكا كونكت 3 انه يكون في عندنا يعني بلاتفورم زي هيك يعني ان شاء الله بسرعه. الكونكتيفيتي بالنسبه للدول العربيه يعني هاي 2010 لاحظوا انه معظم الدول مش ديسكونكتد يعني ديسكونكتد ما عدا يعني اللي هي كانت الجزائر والامارات وقطر. الحمد لله حاليا يعني في دول كثير كونكتد، يعني الدول اللي مش كونكتد اللي هي بنقدر نعتبرها عددها بسيط قليل جدا اللي هي موريتانيا وليبيا نتيجة الظروف اللي هاي، سوريا للأسف يعني، والعراق، العراق يعني على وشك انه يرتبطوا بإذن الله، اليمن وقطر والبحرين والكويت. هاي خطتنا انه يكون في عندنا البان عرب نتورك اللي هي يكون في عندنا يعني يعني خلينا نسميه اكستشينج بوينتس موجود، واحد في الامارات وواحد في القاهره وواحد في منطقه المغرب العربي وواحد في لندن واخرى صغرى يعني زي اللي في الاردن وفي جده مثلا ك ماينر اكستشينج بوينتس. الحمد لله يعني بالنسبه للامارات بالنسبه للندن امورنا ممتازه يعني شغال وعليه كونكشنز كثيره. اللي في القاهرة يعني لحد الآن لم نصل إلى حل، يعني في تعقيدات كثيرة من نتيجة الأسعار واللاست مايل كونكشنز، وما بدي أطول عليكم. اللي في الإمارات ناجح ولكن هو لم يستخدم، أنا ما بدي أطول عليكم يعني في تعقيد يعني إحنا من هاي مشان منذر نشوف التعقيدات اللي إحنا بنمر فيها. يعني يعني هذول أربع سلايدز من أربع ديفرنت برزنتيشنز ومن سنوات مختلفة. يعني انا بدي اشارك معكم اخر واحد اللي هو اللي هو بال 2013 اللي هو اللي فيه الصوره. الصوره هاي في تونس في 2013 في 2013 ديسمبر مؤتمرنا السنوي. في مؤتمرنا السنوي عاده بيكون في حضور هاي ليفل، فكان في الموجودين على البانل هون يعني طلال ابو غزالي ممثله جامعه الدول العربيه ووزراء من لبنان عفوا وزراء من تونس ومن فلسطين ومن ليبيا ومن العراق، وكان في اظن كمان تمثيل لدوله ثانيه. هذول وقعنا معهم اتفاقيات انه نبدا نشتغل معهم على شبكات بحث وتعليم وكذا. بال 2014 كان عندي اجتماع في ايطاليا وعملت برزنتيشن اخذت الصوره هاي 2000 يعني بتحكي على 6 شهور انا كاتبها 6 مانثس اوف هيستوري. خلال ال 6 شهور هاي ولا واحد من دول كان موجود في مكانه، والاتفاقيات اللي وقعناها كلها راحت باعت بالفشل. فوضعنا السياسي تحديات كثير يا اخي منذر، مش بس الفنيه وكذا ما بدي اطول عليكم، بس يعني احنا في عندنا تحديات كثيره. هاي ما فيش داعي للاشياء هاي، انا بس بدي اختصر اخر سلايد اللي هو احنا كل بس سنه أضيف. اسمح لي ابو ابراهيم مهندس تفضل انا بعرف يعني حجم الشغل يعني اللي انبذل على مستوى الجامعات قديش كان وقديش كانت الجهود يعني مع الحكومة ومع شركة الكهرباء ومع الجامعات والميزانيات والأشخاص. فأنا بقدر فعلا أنه جهد يعني هائل جدا عماله بيتم، واللي بيعرفك بيعرف أنه أنت لولا وجودك أنت بالذات كمهندس يوسف يعني هاي كل الجهود مستحيل أنه يقدر يقوم فيها. يعني هاي بحاجة لمكتب ممكن من 10-20 شخص ده يقدر يتبع هاي المسائل والاتفاقيات والتفاصيل وكذا كذا. فان شاء الله الله يبارك لك في جهودك وان شاء الله في صحتك وانت ما شاء الله عنك يعني مش من اليوم من 30 سنة وانت ما شاء الله عنك الله يوفقك يا رب ان شاء الله ويعطيك العافية يا رب ان شاء الله. شكرا منذر. هو منذر هو يعني برضو تساعدت كثير في الفترة يعني في يعني كان لك انا ما اشتغلت يعني لو ما كان في ناس مثلك في انشاء لما انشأنا شبكة الجامعات يمكن ما صارت كمان. شكرا لك برضو. هلا انا حكيت لكم ان احنا كل سنه بنعمل مؤتمر في دوله عربيه. احنا مؤتمرنا يعني كان بدينا مؤتمر بعمان وانتقلنا الى دبي ثم الى تونس ثم مسقط ثم الدار البيضاء وبيروت والقاهره وعمان ابو ظبي، والسنه هاي 2020 باذن الله نسال الله تكون امور طيبه للجميع راح يكون مؤتمرنا في تونس في الحمامات يعني هو نص ديسمبر يعني نص ديسمبر. نسأل الله أنه تكون
امور طيبه. احنا راح نعمل راح نعمم الكول فور بارتيسيبيشن والكول فور بيبر يعني خلال الاسبوع القادم، وانا بدي اخوي محمد انه يوصل لكم الكول هاي للجميع، انه بتمنى كلكم تشاركوا. وطبعا احنا خطتنا لانه ما بنعرف شو المعطيات بهذاك الوقت، خطتنا انه ما نعمل اي يعني اي واحد بده يشارك ما يعمل اي التزام سفر او كذا الا في سبتمبر، بكون واضح انه هل سنستمر ام لا. احنا عاقدين الامل على انه والعمل انه مؤتمرنا يتم بهذا الوقت، وراح يعني خلال الاسبوعين راح نمرر لكم الكونسبت دوكيمنت والكور فور بيبر وكل الاشياء هاي، وان شاء الله اخوي محمد يساعدني ان نوصل لكم كل المعلومات هاي. انا هذا بالنسبه لاخر سلايد، السلايد الاخير عليه الايميل تبعي اذا حدا بحب ياخذه مشان انه يتواصل معي، انا جاهز. وكمان عفوا انا كنت بدي احكي كمان السلايدز هاي انا بعرف كيف انه اخلي لكم اياها موجوده، بعطيها لاخوي محمد واللي بده اياها من بده اياها مني او منه وريفر، احنا جاهزين. هاي الايميل تبعي عندكم صار ان شاء الله. انا بوجه شكر لحضرتك دكتور يوسف ترمان وجميع الحضور الكرام، بجد يعني معلومات جديده اول انا عن نفسي اول مره اسمعها، وشغل مجهود جبار، ربنا يبارك في حضرتك ويجزيك كل خير، ويا رب يكون في افاده لجميع الناس. لو في اي حد من الحضور الكرام له اي سؤال او استفسار ممكن يتفضل دلوقتي حاليا، يكتب واحد ونفتح المايك. طيب العفو لكم جميعا وشكرا لكم جميعا. انا بس بحب ان انا بكرر شكري لحضراتكم، وبكرر شكري الاول والاخير للدكتور يوسف طرمان على مجهوده. بطلب من حضرتك اولا كل عام وانتم بخير ورمضان كريم على جميع المسلمين يا رب، ويرنعاد علينا جميعا بخير يا رب وصحه وعافيه، ويا رب يفك الازمه اللي احنا موجودين كلنا فيها. وبوجه حضراتكم بس شكر يعني طلب صغير، ان احنا عاوزين تقييم للورشه وده الرابط الخاص بعمليه التقييم، واي حاجه خاصه بمنظمه انرجي افريكا احنا عندنا في معلومات عن الانشطه، عندنا اي معلومات خاصه بالفيسبوك، عندنا في جروب على الفيسبوك ده الرابط بتاعه، وكمان عندنا قناه على اليوتيوب فيها جميع الفيديوهات السابقه والحاليه بالنسبه للورش اللي احنا عاملينها، وكمان في قناه على التليجرام بننشر عليها بعض الاخبار بتاع الورش اللي احنا شغالين عليها. شرفنا ان انتم حضراتكم تعملوا لنا مشاركه او متابعه ليها، واحنا في منتظرين اي حد من الحضور الكرام لو حابب ان هو يشارك بورشه احنا موجودين تحت امره، وده رقم التليفون بتاعي الشخصي. ده رقم التليفون الشخصي، لو في اي حد حابب من حضور الكرام عنده مقترح لورشه من الورش ممكن يتفضل ويبعت لي على الواتساب، وانا تحت امر حضراتكم. وشكرا ليكم وبشكركم على وجودكم معانا، وبشكر الدكتور يوسف على مشاركته وعلى استقامته من وقته في رمضان وهو صايم. شكرا لكم جميعا وشكرا وكل الحضور الكرام هم جم معانا هم صايمين، فيعني بجد انتوا تاج على راسنا من فوق. شكرا لكم. شكرا مره ثانيه، وانا حاسس اني كنت مسرع بس لانه انا عندي 60 سلايد، فيعني اعذروني على السرعه ان شاء الله يكون كل شيء واضح يعني. مره ثانيه انا جاهز باي وقت يعني لاي اي اي معلومه. شكرا كثير. شكرا لحضرتك جدا يا فندم، واحنا بنرحب بيكم. وفي نقطه صغيره ان انا بس لازم دكتور يوسف ان شاء الله هاخد من حضرتك الماتيريال وابعتها للناس، كل الحضور الكرام اللي عاوزين الماتيريال بعد اذن حضراتكم قيموا الورشه عشان الايميل بتاعكم يوصلني، وبعد ما يوصلنا ابعت لحضراتكم الماتيريال بتاع دكتور يوسف طرمان. شكرا ليكم ونشوفكم في ورشه قادمه ان شاء الله على خير. السلام عليكم. السلام عليكم، بارك الله فيكم.